بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم مرة أخرى في هذه الحصة عفوا. دونك هذه الحصة موجهة لتلاميذ الثانية إعدادي، التي من خلالها سنحاول التطرق إلى مفهوم المستقيمات الهامة ضوات غوماركابل دون زان تريونغل. دونك طبيعة الحال هذه المفاهيم اللي هي المستقيمات الهامة دون زان تريونغل سبق وأن تطرقنا لها في السنة الأولى إعدادي، وسنحاول هذه الحصة إن شاء الله التذكير ببعض المفاهيم، ثم استمرار في هذا الدرس يعني التعرف على مفاهيم جديدة. دونك أول مفهوم غادي نحاول نتعرف عليه اللي هو لي ميدياتريس. دونك كما غادي تلاحظوا معايا هنايا لي ديفينيسيون اللي غادي نشوفوا ديال لا ميدياتريس، ان رابيل دو كونستركسيون، دونك كيف سنقوم بإنشاء لي ميدياتريس اللي هما بالعربية الواسطات. ثم غادي نشوفوا بعض الخاصيات، غادي نحاولوا ندير واحد إطلالة خفيفة حول البرهنة على بعض الخاصيات التي تتعلق بالواسطات لي ميدياتريس، وغادي نعطيكم بعض التمارين التي ستقومون بإنجازها في المنازل. بعد ذلك سنقوم بالتطرق إلى لي روتور اللي هما الارتفاعات، ثم لي ميديان اللي هما المتوسطات، لي بيسيكتريس اللي هما المنصفات. دونك هادو هما اللي كنعرفوهم اللي هما المستقيمات الهامة، كنقولو المستقيمات الهامة في المدلات. لي دغوات غوماركاب باللغة الفرنسية، دونك لي ميدياتريس الواسطات، لي روتور الارتفاعات، لي ميديان المتوسطات، لي بيسيكتريس المنصفات. غادي نشوفو أخيرا بعض الحالات الخاصة، حالات خاصة عندما يكون مثلث متساوي الساقين، عندما يكون مثلث متساوي الأضلاع أو قائم الزاوية. دونك أول تعريف غادي نحاولو نذكرو به هو تعريف ديال لا ميدياتريس عفوا الواسط باللغة العربية. On appelle médiatrice d'un côté d'un triangle la droite qui. دونك هاد لا دروات elle doit vérifier deux conditions. La première condition elle doit être perpendiculaire à ce côté. كنقولو واسط قطعة. دونك هو سيت قطار هو عبارة عن مستقيم متحقق يتوفر فيه جوج ديال الشروط. الشرط الأول خصو يكون عمودي على هاد الضلع ولا على هاد القطعة اللي كنهضرو عليها، دوا إتخ بيربونديكولير أ سو كوتي. لا دوزيام كونديسيون إل دوا باسي باغ لو ميليو دو سو كوتي، يعني خصو يكون عمودي ويمر من المنتصف. دونك هنا غندير واحد الشكل توضيحي. هنا لدينا مثلا أ بي سي مثلث، دونك في هذا المثلث قمنا باختيار مثلا احد الاضلاع ديالو اللي هو الضلع بي سي، قمنا بانشاء المنتصف. غادي نشوفوا كيفاش نقوم بانشاء المنتصف الى اخره. دونك المنتصف في هذا المثال هو ام، منتصف القطعه بي سي، لو ميليو دو سيغمون بي سي. وهذا المستقيم هذا الذي يمر من المنتصف اللي هو النقطه ام وبصفه عموديه، دونك بشكل عمودي يكون عموديا على القطعه بي سي، هذا هو اللي كيتسمى لا ميدياتريس دي كوتي بي سي، الواسط ديال القطعه بي سي. غادي نشوفوا الان كيف نقوم بانشاء لا ميدياتريس دان سيغمون، كومون كونستروير لا ميدياتريس دان سيغمون. دونك هنا عندنا ان سيغمون ا بي، دونك اول حاجه غادي نديروها سنقوم بانشاء واحد القوس من دائره. دونك غادي نديروا الفتحه ديال البركار، لوفيرتور دو كومباس كيلكونك ا كونديسيون كو سيت اوفيرتور. دونك هذه الفتحه ديال البركار نحاولوا اننا نديروها بحيث انها تكون تفوق نصف القطعه بي سي، ما نديرهاش قل من النصف، لان ملي غادي نديروا القوس الثاني انطلاقا من اقصى القوسين يتقاطعوا خصهم يتلاقاو. دونك القوس الاولى انطلاقا من بي، دونك غنديروا البركار عفوا دونك الابره ديال البركار اولا لا بوينت سيش دو كومبا اون بي اون تراس اناك اون كونستروي اناك دو سيركل. دونك اون غارد لوفيرتور دو كومبا، نحافظوا على الفتحه ديال البركار، غادي ناخذوا البركار من نقطه او نديروا اناك دو سيركل ان دوزيام ارك دو سيركل دو سونتر. كنلاحظوا بلي ان القوسين اللي قمنا بالانشاء ديالهم كيتلاقاو يتقاطعان في نقطتين. دونك النقطه الاولى مثلا غادي نسميوها ام، والنقطة الثانية غادي نسميوها N. إذا ربطنا ما بين نقطتين M و N كما كتلاحظوا هنا، إذا ربطنا بيناتهم سنحصل على مستقيم. بطبيعة الحال هذا المستقيم يمر من النقطة O التي هي منتصف القطعة AB، وكذلك يشكل زاوية قائمة، يعني هذا هو اللي كيتسمى واسط القطعة BC، يمر من منتصفها ويكون عمودي على حامليها. دونك هذو هما لي دو كونديسيون. دونك هنا لا دوات MN سي لا ميدياتريس دو سيغمون اب. غادي نشوفو الان كيف نقوم بانشاء لي ميدياتريس دان تريونغ. دونك هادشي لي شفنا سابقا
la médiatrice d'un segment, un seul segment. Donc dans un triangle, bien sûr, on a trois côtés, le côté AB, le côté BC et le côté CA ou bien le côté AC. Donc on va construire la première médiatrice. Par exemple, nous avons choisi le premier côté CAB. Donc la droite qui passe par le milieu, donc elle doit être perpendiculaire aussi, donc elle passe par le milieu et perpendiculaire. La deuxième médiatrice, elle passe par le milieu du côté AC, elle est aussi perpendiculaire. Et la troisième médiatrice passe par le milieu du côté BC, elle est perpendiculaire. Voilà. Donc ici, on peut construire un cercle. Donc on constate que les trois médiatrices sont concurrentes, ça veut dire qu'elles se coupent en un seul point. La première médiatrice, la deuxième médiatrice et la troisième médiatrice se coupent ou bien sont concurrentes, on dit sont concurrentes en un point, c'est le point O. Donc ce point O, c'est le centre du cercle qui passe par A, B et C. Donc on peut le démontrer, on peut démontrer qu'il existe un cercle du centre O passant par A, B et C. Ce qu'on va appeler par la suite le cercle circonscrit au triangle ABC. Donc ici on a en gris la médiatrice du côté AB, en rouge la médiatrice du côté AC et en bleu la médiatrice du côté BC. Donc le cercle s'appelle le cercle circonscrit au triangle ABC, donc il passe par les sommets A, B et C et le centre O. Donc le centre du cercle circonscrit, c'est l'intersection ou bien c'est le point de concours des trois médiatrices. La médiatrice du côté AB, la médiatrice du côté BC et celle du côté AC sont concourantes, ça veut dire qu'elles se coupent en un seul point, c'est le point O qui est le centre du cercle circonscrit au triangle ABC. Propriété, donc je viens de dire que les trois médiatrices sont concurrentes et le point de concours s'appelle le centre du cercle circonscrit au triangle. Donc, la loi c'est dit le mot de ABC, la tabiron, loi c'est تتلاقى في نقطة واحدة وهذه النقطة هي مركز الدائرة التي تحيط بالمثلث هذه الدائرة تسمى الدائرة المحيطة بالمثلث ملاحظة remarque, le cercle circonscrit au triangle passe par les trois sommets du triangle. Donc, هنا الدائرة التي تحيط بالمثلث بطبيعة الحال ستمر من النقطة A والنقطة B والنقطة C اللي هما لي سومي دو تريونغل ABC. هنا عندنا البرهان، دونك هنا كنبرهنو علاش أن الواسطات تتلاقى في نقطتين واحدة، دونك كيف نبرهن أن الواسطة تتلاقى في نقطتين واحدة. دونك هنايا تقدروا هنا توقفوا الفيديو وتقراوا لا ديمونستراسيون، ولكن سوني با تيلمون امبورطون بو فو. بعد التمارين التي ستقومون بإنجازها، دونك التمرين رقم واحد التمرين رقم جوج الفقرة الموالية اللي هي الارتفاعات لي هوتور دونك ارتفاع مثلث ولا ارتفاعات مثلث دونك المثلث نشوفو بلي عندو ثلاثة ديال الارتفاعات تخوا هوتور دونك كابيل طون اون هوتور يعني شنو كنسميو ماذا نسمي ارتفاع ارتفاع التعريف ديالو هو سي اون دروات كي دوا فيريفيي دو كونديسيون لا بروميير كونديسيون passe par un des sommets du triangle, donc ça te parle comme le ras mais le ras le mutlit, donc ça se connaît un modèle à le côté opposé à ce sommet. Donc on va dire un schéma tout d'ici. Donc la règle d'une dérogée de l'échelle, on va la حسب الزوايا ديال المثلث ABC. Donc إذا كانت الزوايا جميعها زوايا حادة وإذا كانت إحدى زوايا المثلث زاوية منفرجة un angle obtus ou bien des angles aigus. Donc par exemple dans la première figure, donc on va dire je zoome زومي شوية زوميتين دونك كما تشوفوا هنايا الحالة الأولى لو بروميي كا هنا الزاوية ديال المثلث ABC هي زوايا حادة دونك يعني القياس ديالها اقل من 90 درجه هنا نقدر نرسموا هذا المستقيم الذي يمر من ا وعمودي
دونك هنا هذه النقطة ديال التقاطع ديال المستقيم المارمين أو العمود ديال بي سي، هذه النقطة أو تتواجد دونك داخل المثلث، دونك النقطة أو تنتمي إلى القطعة بي سي. الحالة الثانية النقطة أو لا تنتمي إلى القطعة بي سي، هي خارج القطعة بي سي، دونك خصنا نمدو المستقيم لكي نقوم بإنشاء هذا الارتفاع الذي يمر من أ، يجب تمديد المستقيم بي سي ثم إنشاء المستقيم الذي يمر من أ والعمود على مستقيم بي سي، غادي يتقاطع في واحد النقطة أش. دونك في كلتا الحالتين هذه النقطة أو هي الإسقاط العمودي للنقطة أ على القطعة بي سي، هنا النقطة أش هي الإسقاط العمودي للنقطة أ على المستقيم بي سي، وفي كلتا الحالتين كنسميوها لو بيي دو لا هوتور. دونك هاد لو بوان أو لو بوان أش سابيل لو بيي دو لا هوتور. نستمروا. كيف نقوم بالإنشاء ديال الارتفاع؟ دونك عندنا واحد المثلث أ بي سي، دونك غادي ناخدو ليكار الكوس ديالنا، غادي نوضعو إحدى الحافتين ديال الكوس على أ والحافة التانية تكون على بي سي بشكل عمودي، دونك ثم نقوم بإنشاء المستقيم الذي يمر من أ والعمودي على بي سي، دونك غادي يتقاطع معاه يعني مع بي سي في واحد النقطة نسميوها مثلا اش اثنان. إذا كان عندنا إحدى الزوايا زوايا منفرجة مثلا في هذا المثلث او اف جي، دونك إحدى زواياه اللي هي الزاوية اف زاوية منفرجة نوغل اوبتيوس، دونك إذا قمنا بإنشاء الارتفاع الذي يمر من او، دونك نقطة التقاطع غادي تكون خارج المثلث او اف جي، دونك هنا يجب تمديد المستقيم اف جي ثم إنشاء المستقيم الذي يمر من او والعمودي على اف جي، دونك il se coupe en un point qu'on va l'appeler le point par exemple ici H1. دونك قلنا في كلتا الحالتين لو بوان اش 1 اي لو بوان اش 2 سابيل لو بيي دو لا هوتور، دونك هذا لو بيي دو لا هوتور ايسو يعني الخارجه ولا المنطلقه من النقطه او لو سومي او، هنا لو بوان اش 2 سي لو بيي دو لا هوتور ايسو دو سومي او. دونك غادي نحاولوا نرسموا الارتفاع بثلاثة ديال المثلث ا بي سي، دونك الارتفاع الاول الذي يمر من ا والعمود على بي سي ويتقاطع مثلا مع بي سي في النقطة دي، دونك هاد دي هي لو بي دو لا هوتور ايسو دو سومي ا، دونك بيان سور ال دو ايتر بيربونديكولير. لا دوزيام هوتور ايسو دو سومي بي دو ايتر بيربونديكولير باغ اكزومبل لو بوان ايسو سي لو بوان او. لا تخوازيام، دونك اون كونستات كو لي تخوا هوتور اوسي سون كونكورونت، ماشي غير الواسطات اللي تتلاقى في نقطة واحدة ولكن كذلك الارتفاعات تتلاقى في نقطة واحدة. دونك هذه النقطة سنسميها، دونك نعطيها واحد الاسم، تسمى لوغتو سونتر دي تريونغل ا بي سي، بالعربية كتسمى مركز التعامد ديال المثلث ا بي سي. نشوفو الدوزيام كا، الا كان عندنا واحد احدى الزوايا ديال المثلث منفرجة باغ اكزومبل تريونغل ان ان بي، احدى زواياه منفرجة في هذا المثال هي الزاوية ان، دونك ننشئ الارتفاع الاول. الارتفاع الاول المار من ام خصو يكون عمودي على الضلع المقابل الكوتي اوبوزي سي الكوتي ام ان، دونك هنا يجب تمديد المستقيم ام ان حتى نحصل على نقطة التقاطع اللي هي مثلا ك. نقوم بانشاء الارتفاع الثاني المار من بي خصو يكون عمودي على الكوتي اوبوزي اللي هو ام ان، دونك يجب تمديد المستقيم ام ان حتى نحصل على النقطة ديال التقاطع اللي هي ال، واخيرا نقوم بإنشاء المستقيم الذي يمر من ان والعمود على الضلع المقابل اللي هو ام بي في هذه الحالة، دونك النقطة غادي تجي باغ اكزومبل هنا كو، دونك عمودي بيان سور. دونك نلاحظ ان الارتفاعات، دونك هذا الارتفاع اللي باللون الاسود، الارتفاع اللي باللون الاصفر، الارتفاع الذي باللون الرمادي ولا لون عرفت اللون هذا جري ولا ما نعرف، دونك il se coupe en un point دونك رمادي il se coupe en R. Donc, في كلتا الحالتين هذا لو بوان R s'appelle l'orthocentre. Donc, ici c'est R, l'orthocentre, donc le point d'intersection ou bien le point de concours. Donc, هذا كملاحظة. ملي كيكونوا غير جوج ديال المستقيمات كنقولوا يتقاطعان، المستقيمان يتقاطعان في نقطة. ملي كيكونوا ثلاث مستقيمات أو أكثر نقولوا أن هذه المستقيمات تتلاقى. دونك نقطة التلاقي. دونك لو بوان R ما نسميوش لو بوان d'intersection نقطة التقاطع. غادي نسميوه لو بوان دو كونكور نقطة التلاقي ديال المستقيمات اللي هي في هذه الحالة ارتفاعات، دونك ارتفاعات المثلث ام ان بي تتلاقى في النقطة اخ، هذه النقطة تسمى مركز التعامد ديال المثلث ام ان بي، ارتفاعات المثلث ا بي سي تتلاقى في نقطة واحدة اللي هي في هذا المثال هي او تسمى مركز التعامد المثلث ا بي سي. دونك هنا غادي نهضرو على هذيك الخاصية اللي كنا هضرنا عليها دابا كشكل ملاحظة.
دونك الخاصية تقول إن ارتفاعات مثلث تتلاقى في نقطة واحدة، وهذه النقطة سابيل l'orthocentre du triangle. Donc les trois hauteurs d'un triangle sont concurrentes en un point appelé l'orthocentre du triangle. Par exemple ici ABC ou bien كيمشفنا MNP. Donc هذه النقطة يمكن أن تكون داخل المثلث عندما تكون زوايا المثلث زوايا حادة، وستكون خارج المثلث إذا كانت إحدى زوايا المثلث زوايا منفرجة. غادي نشوفوا بعض الحالات الخاصة، غادي نوصلوا لآخر فقرة كبارتيكولير. La démonstration كذلك، donc هنا تقدروا تقراو هاد لا ديمونستراسيون اللي كتعتمد بشكل خاص على لا ميدياتريس. دونك لي ميدياتريس كما كتلاحظوا هنايا هادو ارتفاعات اللي كيسون ا لانتيريور، مي نو زافون كونستروي ان اوتر تريونغل، وهاد الارتفاعات اللي كانت ديال المثلث اللي لداخل غادي تولي هي الوسيطات ديال المثلث اللي على برا. دي زيكزيرسيس افير. Oui, donc on passe, je passe aux médianes. On va venir la définition, la construction, quelques propriétés, etc. Donc la définition de la médiane, l'arabie rythme al-mutawassit. Donc la médiatrice s'appelle l'ouassit. La hauteur est l'irtifère. Là, on a la médiane. La médiane de l'arabie est mutawassit. Donc la mutawassit, on appelle médiane d'un triangle une droite. Donc c'est une droite. دونك هادو كاملين سوسون دي دوات، كنسميو العنوان ديال الدرس هو لي دوات هو ماركابل مستقيمات الهامة. دونك سيت اون دوات كي دوا فيريفي دو كونديسيون. لا بروميير كونديسيون اي دوا باسي بار ان دي سومي، دونك خصها دوز من رأس من رؤوس احدى رؤوس المثلث، وخصها تكون عمودي عفوا تمر من المنتصف. دونك الواسط يمر بمنتصف القطعة ويكون عمودي، الارتفاع يمر من الرأس ويكون عمودي. هنا ما كاينش التعامد في الميديان، يمر من الرأس ومن المنتصف ديال الضلع المقابل. دونك باس بار ان دي سومي دي تريونغل il doit être aussi passé par le milieu du côté opposé à ce sommet. دونك هنا نديرو واحد الشكل توضيحي. كما كتلاحظوا هنا عندنا مثلث ا بي سي، عفوا عندي هنا لو بوان ا بريم. دونك لو بوان ا بريم سي لو ميليو دي كوتي بي سي، وهذا لو كوتي بي سي هو لو كوتي اوبوزي او سومي. دونك هذا المستقيم الذي يربط بين ا وافتحه، يعني يربط بين الراس ا ومنتصف الضلع المقابل للراس ا، ده هو اللي كيتسمى لا ميديان بالعربيه، كيتسمى المتوسط. La construction il est très simple. Donc par exemple ici on a ABC un triangle. On va construire le point M. Le point M c'est le milieu du côté BC. On a le milieu du côté BC en utilisant la notion de la médiatrice. Donc il marche maintenant avec la médiatrice. غادي نحاولو نرسمو لو ميليو دي كوتي بي سي. الان رسمنا لو ميليو، دونك il suffit de joindre A à M. دونك بالمسطرة اللي نربطو ما بين النقطة A والنقطة M. دونك هاد لا دغوات هادي اللي هي غادي تكون المتوسط المار من A، لا ميديان issue du sommet A. دونك هنا درت بعض التعليقات على هاد الشكل هذا. دونك هنا M سي لو ميليو دي كوتي بي سي. هنا لو سومي اوبوزي او كوتي بي سي، هاد لو بوان ا هو اللي جاي اون فاس للدي بي سي، وهاد لا دوات اللي هي كتسمى لا ميديان ايسي دو سومي. سنقوم الان بانشاء لي ميديان، دونك المتوسطات بثلاثه. غادي نرسمو المتوسط الاول ولا الثاني فقط. سنقوم بانشاء متوسطات بثلاثه، يعني المتوسط الذي يمر من ا، المتوسط الذي يمر من ب، والمتوسط الذي يمر من سي. دونك انا افتح دونك ا بريم سي لو ميديو دي كوتي بي سي، منتصف ديال الضلع بي سي. سي بريم سي لو ميديو دي كوتي ا بي، و بي بريم سي لو ميديو دي كوتي بي بريم. دونك ملي كنقولو لو ميليو يعني خصنا ندير واحد الكوداج باش يسهل علينا قراءة الشكل. دونك هنا مثلا هاد الكوداج اللي غادي نشوفو هنا مباشرة سنستنتج ان سي افتح هي منتصف ا بي. الكوداج اللي غادي نديرو هنا مثلا على الضلع ا سي، هذاك يعني ان الضلع ا سي لو ميليو ديالو هو لو بوان بي بريم. ثم كذلك في لو كوتي بي سي، كيعني ان لو ملي نشوفو هاد الكوداج هذا غادي نقولو بلي ان افتحه هي منتصف الضلع بي سي. لا بروميير ميديان دونك اللي كتربط ما بين لو سومي ا و لو ميليو دي كوتي اوبوزي ا بريم. دونك هاد المتوسط الاول، المتوسط الثاني اللي باللون الازرق، ثم المتوسط الثالث اللي باللون البني.
دونك مثل ما تلاحظون هنايا كتلاحظوا بلي ان هاد لي ميديان هادي سون اوسي كونكورونت اي لو بوين دو كونكور غادي نعطيوه واحد الاسم اللي هو لو سونتر دو غرافيتي بالعربيه كيتسمى مركز ثقل المثلث ابس خاصيه. دونك لي 3 ميديان دان تريو سون كونكورونت دونك كما شفنا في الشكل السابق متوسطات المثلث تتلاقى متلاقيه تتلاقى في نقطه واحده وهذه النقطه تسمى le centre de gravité du triangle بالعربية هي مركز ثقل المثلث. دونك عندنا هذا الشكل هذا اللي هو شكل توضيحي. كذلك عندنا واحد المثلث ا بي سي كما تلاحظوا هنايا. النقطة افتحة هي منتصف ديال بي سي، النقطة سي افتحة هي منتصف ديال ا بي، النقطة بي افتحة هي منتصف ديال ا سي. عندما نربط بين ا و افتحة نحصل على المتوسط الذي يمر من الرأس ا، عندما نربط بين بي و بي افتحة نحصل على المتوسط الذي يمر من الرأس بي، وعندما نربط بين السي والسي فتحة نحصل على المتوسط الذي يمر من الرأس السي. وكما شفنا في المثال السابق أن هذه المتوسطات تتلاقى في نقطة واحدة وهذه النقطة نسميها لو سونتر دو غرافيتي العربية مركز ثقل المثلث. هنا لا ديمونستراسيون. بغيت نتطرق للتمارين ولا ديمونستراسيون لأن الفيديو غادي يولي طويل بزاف وممل. Donc, خاصية, le centre de gravité d'un triangle est situé aux deux tiers de chaque médiane, ou pardon, du sommet. يعني عندما نرسم مركز ثقل المثلث، النوع الخاصية اللي هي خاصية مهمة، أن هذا مركز ثقل المثلث يبعد عن الرأس أ بثلثي المسافة أ فتحة. يعني أن أ جي تساوي 2 على 3 أ فتحة، مسافة أ جي، مسافة بين أ و جي تساوي 2 على 3 مسافة أ فتحة. كذلك المسافة بي جي تساوي ثلثي المسافة بي بي فتحة، والمسافة سي جي تساوي 2 على 3 مسافة سي سي فتحة. دونك نقولو بلي لو سونتر دو غرافيتي دان تريون اي سيتوي، يعني يتموقع او دو تيار دو شاك ميديان، دونك سيغ شاك ميديان الي سيتوي او دو تيار اون باردون دو سوم. يعني عندما ننطلق من الرأس أ غادي نلقاو بلي أن النقطة جي تبعد بثلثي المسافة أ فتحة عن النقطة أ. هناك بعض التمارين التي يمكن الإجابة عنها. لنا نمر للبيسيكتريس اللي هي المنصفات. دونك غادي نشوفو التعريف ديال المنصف، منصف زاوية أو منصف مثلث كذلك. دونك نقولو منصف زاوية هو عبارة عن نصف مستقيم الذي يقسم هذه الزاوية إلى زاويتين لهما نفس القياس. اون نابيل بيسيكتريس دان لونغل أ لا دروات أو بيان لا دومي دروات كي باس باغ لو سومي أ كي بارتاج لونغل أون دو زونغل دو لا ميم مزيغ. ندير واحد الشكل توضيحي. دونك هنا مثلا واحد المثلث أ بي سي، دونك هنا غادي نهدرو على الزاوية أ. دونك هاد النصف المستقيم اللي كتلاحظو هنايا ماذا يفعل؟ يقسم الزاوية بي أ سي، دونك هاد الزاوية أ يقسمها إلى زاويتين لهما نفس القياس. كما هنا خديت واحد المثال ديال القياس ديال 48.56 و 48.56. غادي نشوفو كيف نقوم برسم المنصف ديال الزاوية. دونك هنا عندنا واحد الزاوية، اللي هي رأسها أو، هذا الضلع الأول وهذا الضلع الثاني. دونك الزاوية غادي يكون عندها جوج ديال الضلعين بطبيعة الحال، كيتسموا ضلع الزاوية. دونك غادي يقوموا بأخذ البركة، تاخذوا البركة، فتحة ديال البركة غتكون فتحة عشوائية، غادي نديروا الشوكة ديال البركة في أو، دونك الإبرة ديال البركة في أو، لا بوانت سيش دو كومبا أون أو، هي أون تراس أن أن أرك دو سيركل. دونك هاد الأرك دو سيركل بطبيعة الحال قلنا فتحة ديال البركة كيلكونك. غادي نسميو هاد النقطة أ وهاد النقطة بي، دونك نقطة التقاطع ديال القوس مع الضلع الأول ديال الزاوية، الضلع الأول ديال الزاوية مع القوس غادي يتقاطع في النقطة أ، الضلع الثانية ديال الزاوية غادي يتقاطع مع نفس القوس في النقطة بي. دونك هذا كيعني أن المسافة أو أو المسافة أو بي متساويتان، لحقاش درنا البركار درنا قوس. دونك هاد أو أ يمثل شعاع ديال الدائرة التي مركزها أو، وكذلك أو بي يمثل الشعاع، دونك غادي يكونوا متساويين. غادي ناخدو الفتحة ديال البركار، نقدرو نحتفظو بنفس الفتحة ديال البركار، نقدرو نغيرو ماشي مشكل. غادي نديرو البركار في النقطة أ ونديرو أن ناخد الساكل اللي بالزرق هنايا.
غادي نحتفظوا على الفتحه ديال البركار، يكفي اننا ناخذ البركار في النقطه بي، نديروا الابره ديال البركار في النقطه بي، نديروا دوزيام ارك دو ساك، يعني هاد الشعاع هاد القوسين اللي رسمناهم هنا رسمناهم عن طريق نفس الفتحه ديال البركار، فقط المكان ديال البركار اللي تغير من ا الى بي. دونك هنا كنلاحظوا بلي ان القوسين كيتقاطعوا في واحد النقطه اش، دونك سنربط بين النقطه اش والنقطه او. دونك هذا النصف المستقيم او اش اللي باللون الاخضر ماذا يمثل؟ يمثل منصف الزاوية بي او او ولا ا او بي، المنصف ديالها يعني يقسمها الى زاويتين لهما نفس القياس. هنا نقدروا نديروا الاسقاط العمودي ديال النقطة اش على الضلع الاول، ونقوم باسقاط النقطة اش على الضلع الثاني. هنا غادي نلقاو اش ان، هنا غادي نلقاو اش دو. نقدروا نبينوا بلي ان بيان سور سي اون بيسيكتريس اون بو لا ديمونتري. دونك هنا يكفي اننا نزيد لكم بعض القطع باش نبينوا بلي ان من ا لاش ومن بي لاش اون لا ميم ديستونس. يعني هنا حنا درنا البيركار في ا ودرنا قوس، دونك الا كملنا القوس غادي نحصلوا على دائره، يعني هاد ا اش غادي يكون شعاع، ولا ميم شوز بوغ بي اش سي تان غيون شعاع. هنا كنت خديت الزاويه قياسها مثلا 58 درجه، يعني هنا ملي غادي نرسم المنصف غادي نلقاو 29 29 29. دونك هذا سي ان ارك دو سونتر او، اللي باللون الاحمر اللي درنا في البدايه هو سي ان ارك دو سونتر مركزه او، وهذو اللي بالزرق بجوج بيهم سو سون دو زارك دو ميم غيون، لو بروميي دو سونتر ا اي لو دوزيام دو سونتر بي. وهذا دروات او بيان لا دومي دروات اونفير سي لا بيسيكتريس دو لونغل او او بيان دو لونغل بي او ا او بيان دو لونغل ا او بي. Au collège, c'est la même chose. On continue. Donc maintenant, on va construire les trois bisectrices et non pas une seule bisectrice. Donc on a un triangle ABC. On va construire la première bisectrice en rouge, c'est la bisectrice de l'angle A. La deuxième bisectrice, c'est celle de C. Et la troisième, c'est la bisectrice de l'angle B. Donc on constate que les bisectrices sont concurrentes. Donc elles montrent ces faces de Zéwaya. ديال المثلث ا بي سي تتلاقى كذلك في واحد النقطة غادي نسميوها النقطة او. دونك هذا سي اون بيسيكتريس، يعني انه كيقسم الزاوية الى زاويتين لهما نفس القياس، غادي ندير لهم نفس الكود. كذلك هذا المنصف اللي باللون الاحمر يقسم الزاوية ا، يعني يقسم قياس الزاوية ا الى زاويتين لهما نفس القياس. المنصف ديال الزاوية سي كذلك يقسم الزاوية سي الى زاويتين لهما نفس القياس. دونك هنا غادي نديرو الاسقاط العمودي ديال النقطه او. اسقاط العمودي ديال النقطه او، دونك كنعرفو لا ديفينيسيون ديال لا بيسيكتريس، وكنعرفو كيلكو بروبريتي دو لا بيسيكتريس. باغ اكزومبل سي ان بوين ابارتيان ا لا بيسيكتريس دان لونغ الوغ الي ايكوي ديستون او كوتي دو لونغل. دونك الا درنا الاسقاط هنايا مثلا غادي نديروها جو كونستروي Oui, je construis les trois projetés orthogonaux. Donc le premier, c'est le point D, le projeté orthogonal du point O sur le côté AC, isqat al-amoudi. Tani mathalan E, isqat al-amoudi yal nokta O à la BC, smina E. Tel tu vois le point F, isqat al-amoudi yal nokta O à la del AB. Donc là, on va dire que nous tabiat al-hal billi anna masafa OD tساوي masafa OF tساوي masafa OE. ذلك يعني ان او هو مركز واحد الدائره التي تمر من اف ودي و او، واحد الدائره. الدائره عندها اسم، اسم كيتسمى الدائره المحاطه بالمثلث ا بي سي. دونك هنا في الوسيطات لقينا الدائره انها تمر من الرؤوس ديال المثلث ا بي سي تسمى الدائره المحيطه. هنا الدائره تمر من النقط اف ودي و او اللي هي المساقط العموديه للنقطه او ديال نقطه تلاقي المنصفات على الأضلاع ديال المثلث ا بي سي. هذه الدائرة تسمى الدائرة المحاطة، اللي سيتوي على الانتيريور. دونك هاد لو سيركل هذا سابيل اون فرونسي لو سيركل انسكري او تريونغل ا بي سي. دونك المركز ديالو بيان سور سي لو سونتر دو سيركل انسكري او تريونغل ا بي سي. عندنا بعض الملاحظات هنايا غادي نحاولو نهضرو عليهم. دونك اولا غادي نقومو ب إشارة الخاصية. دونك الخاصية كتقول لي بيسيكتريس دي تخوا زونغل دان تريونغ سون كونكورونت. دونك المنصفات ديال زوايا مثلث تتلاقى في نقطة واحدة، دونك سون كونكورونت اون ان بوان كي تابولي لو سونتر دو سيركل انسكري، مركز الدائرة المحاطة بالمثلث ا بي سي.
Remarque, moulahada, le cercle inscrit au triangle est tangent, donc n'a même as aux trois côtés du triangle, c'est-à-dire, donc, AC, amoudi, al-mustaqim, ou là, on, amoudi, amoudi, ala AB, fi L, wa BC, amoudi, ala OM, fi L. يعني أن النقطة ديال التقاطع النقطة الوحيدة فين كتلاقى الدائرة مع هاد لو كوتي بي سي هي لو بوان ان، النقطة الوحيدة اللي كتلاقى فيها الدائرة مع لو كوتي أ سي هي ان، النقطة الوحيدة اللي كتلاقى فيها الدائرة مع لو كوتي أ بي هي ال، دونك هاد ال هو لو بروجيتي اورتوغونال ديال لو بوان او سيغ لو كوتي أ بي. يعني هنا عندنا الشعاع اللي هو او ال و أ بي متعامدين، الشعاع او ان عمودي على سي، كذلك الشعاع او ام عمودي على بي سي. دونك هاد الدائرة كنقولو بلي دائرة مماسة لي طونجون، سي ان سيركل كي اي طونجون او تخوا كوتي دو تريونغ. دونك هنا راني كتبت بلي او ام او ال او ان سون لي غيون دو سو سيركل، دونك المسافة او ان شعاع او ال شعاع و او ان كذلك شعاع. Et là, c'est une démonstration. Donc, pour des colibisectrices d'un triangle sont concourantes. Quelques exercices. Oui, des cas particuliers. Donc, si le triangle ABC est isocèle, donc il a un angle ABC متساوي الساقين, donc le sommet principal par exemple dit le A, ras ici. يعني ان AB تساوي AC هذا لو بوان A s'appelle le sommet principal. Donc si le triangle ABC est isocèle en A, alors les médiatrices ou bien la médiatrice du côté BC هذا الواسط هذا ديال دي لا BC اللي هضرنا عليه هنا الواسط. La hauteur issue du sommet A, la hauteur, l'irtifa, la médiane issue du sommet A, la bisectrice de l'angle A sont confondues. يعني هذو بربعة بيهم يكونوا منطبقين. دونك هذا المستقيم اللي احنا راسمينه هنايا هو في نفس الوقت ميديان يعني متوسط، اوتور يعني ارتفاع، بيسكتريس يعني منصف، مدياتريس يعني واسط، دونك كيجمعهم في نفس الوقت. الحالة الخاصة الثانية إذا كان عندنا ان تريونجل جو بونس ايكويلاترال، وي دونك سي لو تريونجل ا بي سي ايكويلاترال الوغ سي دروات ومكال سون كونفوندي. دونك هنا رسمنا واحد المثلث اللي هو مثلث ا بي سي، مثلث متساوي الاضلاع. دونك عندما نرسم الواسطات والمتوسطات والارتفاعات والمنصفات غادي يكونوا منطبقين، ولا كانوا منطبقين هذا كيعني ان لو سونتر دو سيركل انسكري مركز الدائره المحاطه غادي تكون هي كذلك في نفس الوقت مركز الدائره المحيطه، وكذلك هي في نفس الوقت مركز ثقل المثلث، كذلك هو لورتوسونتر مركز تعامد المثلث. دونك هنا كيتجمعوا بربعه بهم مصطلحات. لو بوان جي سي لو سونتر دو سيركل انسكري مركز الدائره المحاطه، سي لو سيركل دو سونتر سي لو سونتر باردون دو سيركل سيركونسكري مركز الدائره المحيطه، سي لو سونتر دو غرافيتي مركز ثقل، سي لو سونتر او بيان سي لورتوسونتر يعني مركز التعامد. الحالة الخاصة الأخيرة هي لو تريونجل ريكتونجل. دونك سي لو تريونجل أ بي سي ريكتونجل أون أ، ألوغ لو بوان أ إي سون أورتو سونتر. دونك هنا إلا كان عندنا واحد المثلث قائم الزاوية في أ، مثلث أ بي سي قائم الزاوية في أ، هاد بي أ غادي تكون هي الارتفاع. لماذا ارتفاع؟ لأنها تمر من الرأس بي وعمودي على الظل المقابل. دونك عندنا أ بي و أ سي متعامدين، يمر من بي وعمودي على أ سي. الارتفاع الثاني يمر من سي وعمودي على الظل المقابل اللي هو أ بي. دونك هنا عندنا مستقيمان متعامدان بطبيعة الحال. دونك حتى المستقيم ولا الارتفاعان بطبيعة الحال بي ا و سي ا هما ارتفاع المثلث ا بي سي. الى قمنا بانشاء الارتفاع الثالث حتى هو سيمر من ا، دونك لو بوان ا سي لورتو سونتر هو مركز التعامد، يعني فين كيتلاقاو الارتفاعات الثلاثه. لو ميليو دو سون هيبوتينوز اي لو سونتر دو سيركل سيركونسكري او تريون. دونك اذا قمنا بانشاء الواسطات ديال المثلث، دونك هذه خاصيه يمكن البرهان عليها. دونك اذا قمنا بانشاء الواسطات غادي نلقاو بلي ان هذه الواسطات النقطه اللي كتلاقى فيها
هي المنتصف ديال الدلة بيسي اللي كيتسمى الوتر ليبوتينوز. دونك هنا عندنا الخاصية اللي كتقول المثلث القائم الزاوية والدائرة بيناتهم علاقة. المثلث القائم الزاوية والدائرة العلاقة اللي بيناتهم هي أن النقطة M مركز الدائرة المحيطة هي منتصف الوتر بيسي. دونك الحصة المقبلة غادي نخصوها